تجهدي نفسك، لا داعي للتعجل. هل أكمل لك حكاية ناقة الله؟ سأذكرك سريعا بالأحداث. خرجت ناقة الله من بطن الجبل كآية ودليل نبوة طلبه أهل ثمود من نبيهم صالح، لكن الأشرار في ثمود اجتمعوا غاضبين من وجود الناقة بينهم. يقول صالح إننا سنشرب من لبن الناقة بعد أن تضع وليدها. إن الناقة تلد بعد العام الخامس من ولادتها، فهل سننتظر على هذا الحال 5 سنوات؟ لا، هذا كثير. لقد كانت أرضنا تعرف بين القبائل بأرض ثمود، والآن أصبحت تسمى أرض الناقة. وعلينا أن ننتظر الناقة 5 سنوات على الأقل لتلد وتسقينا اللبن. هل أنت مريضة؟ لا، بل إنني أنتظر مولوداً. أنت مولودة منذ 3 أيام فقط، فكيف تصبحين أماً؟ لا دخل لي بحسابات البشر أو طبائع الحيوان، كما قلت لك من قبل إنني مأمورة بكل ما يحدث لي. هل تشعرين بتعب؟ لا، أشعر بإحساس جديد، أجدني مشدودة إلى الكائن الذي بداخلي، أفكر فيه وأخاف عليه وأحبه حتى من قبل أن أراه. لماذا تبكي يا صغير؟ إن الحياة هدية جميلة من الخالق، يجب أن نفرح بها ونشكره عليها ونسبح بحمده. انظر إلى جموع الناس في أسفل الجبل، إنهم ينتظرون حضورك، فأنت الآية الثانية لي في هذه الدنيا. وهكذا نامت ناقة الله تحتضن وليدها وهي لا تدري ماذا تخبئ له الأيام القادمة. لا تلعب أثناء تناول الطعام، أحسنت، أنت حوار طيب ومطيع. حوار هو اسمك، الجمل المولود يسمى حوار. ماذا تريدين أيتها الصغيرة؟ معذرة أيتها الناقة المباركة، لقد غفلتني الشقية وجاءت إلى هنا. اتركيها، لعلها جائعة. ولكن اليوم موعد إرضاع وليدك، وهي قد شربت من لبنك الطيب بالأمس حتى شبعت. لا عليك، دعيها تقترب. كم أنت طيبة وكريمة يا ناقة الله، تؤثرين أطفالنا على ابنك الرضيع. ليحفظك الله، إن كل بيت في ثمود يدعو لك بالخير. كنا نعيش قبلك حياة صعبة، فبرغم ما ترين من قصور كبيرة وبيوت منحوتة في الجبال، إلا أن الفقراء لا يجدون قوتهم. لقد نامت الصغيرة. الحمد لله، بارك الله فيك. آسفة أزعجتك بحديثي. تعالي في أي وقت تجوع فيه الصغيرة، والآن دورك يا حبيبي. سنذهب جميعا إلى النهر لنشرب مع العبيد والبهائم. أراهنكم أن الماء لن يكفي جميعا، وستحدث مذبحة حول النهر.
أتمنى ذلك. أنا لم أبع زجاجة خمر واحدة بالأمس. الكل شارب من لبن الناقة وارتوى، ولم يعد أحد يفكر في الشراء مني. عندما نجد الزحام عند الماء لابد أن نتحدث مع صالح بقوة وحسم. ما هذا أيها الناس؟ لقد شربوا جميعا وارتووا بفضل الله. كيف؟ ألم تحدث معارك بسبب الزحام؟ لقد نظم سيدنا صالح الناس فشربوا جميعا ثم انصرفوا، نحن آخر الشاربين. النهر أمامكم، تفضلوا. كيف استطاع صالح أن ينظم قوم ثمود؟ وكيف أجبرهم على طاعته دون استخدام للقوة؟ يجب أن أشرب الكثير من الماء حتى أدر لبنا يكفي أهل ثمود جميعا، كبارهم وصغارهم. وأوحى الله إلى نبيه أن تشرب الناقة في يوم وتسقي الناس باللبن، وفي اليوم الآخر يشرب الناس من النهر بينما ترضع الناقة وليدها. تماثيل الآلهة المقدسة، اغتنم الفرصة، أفضل الآلهة بأرخص الأسعار، اشتري إلهين واحصل على الثالث هدية. هيا تماثيل الآلهة المقدسة، اشتري مني هذا الإله يا سيدي، إنه يسمح لك بارتكاب كل المعاصي والشرور. تبيع الأصنام أمام مصلى النبي صالح عليه السلام، أجننت يا رجل؟ يبدو ذلك، لم أنجح في بيع إله واحد. لا أحد يريد الشراء يا سيدي. حاول مرة أخرى، اجبرهم على الشراء لو لزم الأمر. سيدي إنني جائع، لم أخذ أجري منك منذ زمن طويل. خذ هذا الإله أجرا لك. وماذا أفعل به؟ إنه مجرد صنم لا يضر ولا ينفع. إن الموقف يزداد سوءا يا سادة. عفوا، أقصد يا من كنتم سادة ثمود. هل دعوتنا لتسخر منا؟ بل لأعيد إليكم هيبتكم ومجدكم القديم. وهل هذا ممكن؟ إن دين صالح ينتشر في الأرض ويدمر مصالحنا. معك حق، الناس لم تعد تهتم بشراء البيوت الكبيرة الفخمة. علمهم صالح الزهد في الحياة وانتظار الآخرة. وكذلك الأصنام، لا أحد يشتريها، بل وصل الأمر إلى سخرية الناس منها. حتى سموم الثعابين والعقارب ركض سوقها. الكل يعيش في سلام ولا أحد يضع السم في خنجر أو حتى في إناء من العسل. هذه الناقة هي سبب كل المشاكل، منذ أن جاءت إلى أرضنا لم تجلب لنا إلا الخراب. ليتها تتحجر وترجع إلى الجبل حيث كانت، أو تموت ونتخلص من أمرها. هذا هو الحل، يجب أن نقتل الناقة. لماذا لا تنطقون؟ إن قتل الناقة فيه تحدي للنبي صالح، وهذا أمر خطير. أنا أوافق على قتل الناقة، ولكن من يقتلها؟ عندي الرجل المناسب. من؟ إن لنا صاحبا إذا شرب الخمر فقد عقله وصار كالمجانين، ولعله إذا تعاطى عقر الناقة وأنهى المشكلة. أحسنت الرأي، أحسنت. لنعطيه خمرا حتى ينسى نفسه، ثم نعطيه سيفا حادا ونتركه يكمل المهمة. ماذا بك؟ انهضي سريعا، هيا. لا يمكن أن أنهض، إنني أرضع صغيري. أنت في خطر شديد.
سأكون في خطر أشد لو لم أقم بواجبي نحو صغيري. اسمعيني جيدا، إنهم يريدون قتلك. من هم؟ 9 من الأشرار يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لقد تعاطى صاحبهم وحمل السيف في يده وهو قادم إليك. يفعل الله ما يريد. ألن تهربي؟ كيف أهرب من قضاء الله؟ كيف تجلسين هكذا في سلام؟ إنني قاتلك، لماذا تبتسمين؟ ولماذا تريد أنت قتلي؟ لقد أفسدت حياتنا. هذا غير صحيح، كانت حياتكم فاسدة فأصلحها نبي الله صالح، وكنت أنا الدليل على نبوته. ميلادي آية وولادتي آية ثانية، وإطعامي لكم آية في كل يوم. لقد سقيتكم اللبن ولم أكن أعرفكم، قسمتكم رزق ابني الرضيع فشبعتم وارتويتم من فضل الله. فهل بهذه الطريقة تحمدون الله على فضله؟ كلامك لن يفيد، ولا بد أن أذبحك. إن معنى ذبحي يشبه معنى ذبح البراءة على هذه الأرض. اصمتي! قلت لك اصمتي! أمي، ماذا بك؟ لا تخف يا حبيبي، وافرح لي، إنني الآن أتخلص من سجن الجسد وأنتقل إلى عالم أجمل، عالم يخلو من الشر ومن الظلم ومن الفساد، عالم كل ما فيه صالح مثل نبي الله الكريم. ألا تحب لأمك الخير؟ لا تبكي يا صغير، وابتسم. أنا لا أصدق ما حدث من نبيهم صالح. لقد قال لنا تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. وما معنى كلامه هذا؟ ربما يحتاج إلى 3 أيام ليجيش الجيوش ضدنا. لو كان ينوي القتال لقاتلنا على الفور، مستفيدا من غضب قومه وحسرتهم على الناقة الذبيحة. بعد 3 أيام يكون الناس قد نسوا كل شيء عن مقتل الناقة، وعادت إلينا القوة والسلطة، وملكنا زمام الأمور. سمعت أن صالحا سيترك الأرض ويرحل. هذا اعتراف بالهزيمة. نعم، خسر صالح ولا يدري ماذا يقول. لنحتفل إذن بالنصر وتخلصنا من الناقة ومن صالح، ولنشرب نخب البطل ذابح الناقة. إننا نسير منذ 3 أيام، لقد حل بنا التعب. إن أوامر النبي صالح أن نستمر في السير بأسرع ما نستطيع. ما هذه الصيحة المفزعة؟ إنها في أرض ثمود، إننا نسمعها على مسيرة 3 أيام، فما بال أهل ثمود الآن؟ إنهم يستحقون أن تسوى بهم الأرض، هذا جزاء عملهم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر؟
إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. صدق الله العظيم. نعم، أصبحوا كهشيم المحتضر، أي أنهم تحولوا إلى ما يشبه فتاة القش الذي يفرش في حظائر الحيوانات، وأصبحوا بسلطانهم وقوتهم ومالهم مثل هذا القش الصغير الذي يحمله الهواء حيث يريد. أرى أن قدمك قد طابت وعادت إلى طبيعتها. حمدا لله على سلامتك يا صغيرتي. هيا اصبري وتحملي كما تتحمل النوق والجمال الأصيلة، واستمري في طريقك، وأدي رسالتك أنت أيضا في رضا وسعادة.